الأردني، دعم لأهلنا في غزة هاشم، ودعم لشهدائنا الأبرار اللي سقطوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية الغاشمة على شعبنا الفلسطيني الحي والأبرار اللي موجودين في محافظة غزة الصمود. طبعا برضو رفض لسياسة الاحتلال في اعتقال كوادر الحركة الطلابية في الجامعات الفلسطينية. احنا قايمين بالفعالية باسم مجلس الاتحاد الطلبي وباسم الأطر الطلابية جميعها للتأكيد على الوحدة الوطنية، بالإضافة لمشاركة نقابة العاملين في الجامعة ولإدارة الجامعة. اليوم في وقفة تضامنية مع شهدائنا الأبرار وعسران البواسل القابعين خلف سجون الاحتلال، أهالينا في قطاع غزة، واستهداف الفئة والقيادة الطلابية في الجامعات الفلسطينية من اغتيالات واعتقالات واستهداف متعمد وما إلى ذلك. طبعا واجبنا إحنا كحركة طلابية موجودة في الجامعة نستنصر لكل فئة من هاي الفئات، أهالينا في غزة لأن وطن واحد، إخواننا الأسرى خلف سجون الاحتلال، دماء شهدائنا اللي انتمائنا لهم دائم، بالإضافة لإخوتنا في الحركة الطلابية اللي بيقوموا وبيوصلوا رسالة وبيبنوا الجيل الجديد.